هلا والله حبايبي، هلا والله بالبونشاويين. مثل ما بتعرفوا بألعاب السرفايفل بحب أعمل أي شغلة على طريقة القصة، فقررت أني أعمل سلسلة سكم يلي عم نسويها بسيرفر اليوتيوبر على شكل قصة، يعني رح أحاول. فبالحلقة اللي راحت شفتوا كيف دخلنا وبلشنا نتعرف على بعض داخل السيرفر وجمعنا لوت، وأهم شغلة بحلقتنا لليوم ممكالو حكى مع الديفلوبر والديفلوبر تواصلوا معي وطلبوا مني إنه نوزع عليكم أكواد للعبة سكام، يعني نسوي لكم جيف أواي بلعبة سكام. فرح أختار بشكل عشوائي من الناس اللي بتعلق على الفيديوهات ومن الناس اللي بتحضر بالبثوث، وطبعا بكل فيديو جديد رح أعلن أسماء الفائزين اللي ربحوا معنا. وهلا شباب قبل ما نبلش تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب. حتى لازم نلاقي أكل اليوم. هي ساعة سبايس عنا. وعلى خطى الحلقة اللي راحت رح نكمل التلويت لحتى نبلش ببناء بيسنا، ولكن شغلة إضافية، البناكر اللوت رح تطفى فورا إذا ما كان في شيء مهم أو حماسي. لا. لا اركض! خليك وراي، خليك وراي. معلش 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 احسن من ضربة السي في 4. اوه ماي جاد. هلا بدي احاول اني بدي احاول اسحبه لعندي، فهمت كيف؟ لهذا اسمع انت روح على اليسار، اوكي؟ انا راح اسوي شغلي، روح من اليسار، بس شفت حالك جاهز راح اسحب الرجل الالي انا. لو المدخل تحتي صح؟ يب يب يب، حاول تروح، يلا حاول تروح، يجي لعندي. خليه يقرب كمان ولا هلا انزل؟ روح روح روح، ثاني شوي. تعال 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 تعال. يلا. بسرعة اركض. انبركض انبركض. راح نحبسها انحبسها، شوفني واقفين وراهي. اوكي؟ تعال راح افتح لهم. خلي يجوا. بس اركض، لا تسحب سلاحك، لا تسحب سلاحك، لا تحاول تضرب، اوكي؟ جبت العيد انت. بالبداية كان عندنا استراتيجية عم نمشي عليها، لازم نلاقي بيت حتى نسكن فيه، وهذا البيت لازم مباشرة نحصنه، فهدفنا من البنكر كان نجمع أقفال حتى نبني قفل ذهبي. في عندنا يمكن قفل، كم قفل بالسيارة؟ هو لقيت فيتامين نايس. اوكي هما بدنا نفتحه ونحبسه بهي الفتحة الصغيرة. هما واحد واحد بس خلص عليكم يعني. حلوة بحده، ايوه تلعب 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 بحده. حب ليش؟ يا لا مدرع 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 مدرع. أيوة. انا بحس انا بحس انا تعال تعال فوت لهون، نركض ورا الطاولة. اوكي اوكي باي نهرب من بعده. اوكي كمان اطلع دامي، اطلع دامي روت، اطلع دامي سكر لك، سكر قلت لك لك، خلت تدير على السكر. اه اخي بيطلع اول شيء بيسكر، ثاني بحسن بيطلع، فهمت كيف؟ يلا ها نعم. استغفر الله. سكر ضمن جروح ضمن. اوكي جايز هلا يا اما نروح نبلش بالبناء ونخلص. او ماي جاد او ماي جاد، كنا جبنا ام العيد. جاهز؟ يا اما نروح نشوف الكرت الاخضر. اطلع هيك بسرعه على اليمين واركض يلا. انبطح. طلقه واحده دقني ماشي. متت؟ متت ولا بدك ريفايف؟ داينج 6 دقائق. بدك ريفايف بدك ريفايف. شد كان دمك؟ فأنا ملك العيد. على مين بنرى؟ ما بعرف. مو عليك؟ علي علي هو علي. دعس فوق يا ابن الكلب. والله طلع اذن عندنا خالص. ابي دعس. اوكي هلا ضمط لك جراحك. إذا بدك تقوم بدك تركض فورا لجوا، تمام؟ نبي العيد، ولو جبنا أم العيد نور يا أخي. هما 90 ها؟ أوكي؟ 98؟ قوم يلا قوم 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 اركض. ويك أب. اركض. ما أدري مكسورة، أدري مكسورة. متت؟ ليش أنا كمان متت؟ ما تقدر تكمل يوم لونج بدون عيدي. ثانك يو جايز ثانك يو. انا بس انا احصل لوت، انا اصلا مات لحقير معلم، طلع لفوق شوي بده يركب، بده يركب معي وتيك جحش الرجل الالي رجل خ برضه. خلي معلم مو اقول ام بي 5 وينه هذا؟ ايش هذا؟ ايش المشكله؟ ما توقعت اجى ورف لف نور محل ما ندخل نحن. تصدق او لا تصدق. يا يما ضربت. I have
Wait, my pants. I have all my loot, bro. والله كفو. أنا راح أروح السيارة, أوكي. أقول. لازم أوصل لجسد هما. لازم أجيب جسد هما يب. تبعيته صغيرة, بدي أحطه جوا اللي عندي. أي والله, بس أتوقع بحسن بحط أسلحته عندي. أنا بسمعه شوتجن هما. أتوقع راح يجي العيد مرة ثانية. مستحيل يشوفني وان شات. وراح أطلع. بس ما فيني أشيل أغراض هما. لازم أروح أحط أغراضي وأجي. بهدلتني, ركدني بالزلط أجيب لوتك. لا أنا صار لي ساعة. أوه ماي جاد, إجا دروب الدي 4. ومثل ما سمعتوا نزل الدروب قريب منا ونحن كتير بحاجة للدروبات حاليا. وينك أنت؟ أنا بالمدينة الكبيرة هاي تحت ال. يلا خربت وأطلع من المدينة. والله البتاع تبهدل اليوم. روح لود أغراضك ورا. تحتنا آخر شيء. في رجال آليين هون بالمطار شباب ولا ما في هذا المطار الاير بيس؟ اوكي شباب بدي مفكات, عندنا مفكات عنا. يلا انا وراك عم بركض. وراي زومبي ولا بزيك اذا تضربه بالاكس. اشكرك يعني. سكر الباب علينا, هاي انا فتحتها ايش فيها؟ اشوف ايش فيها. تبعتي بس سكر الباب. باندجات. في الادفانس غير هذا. ما تلي دروب ميديك واكل بس. او ماي جاد ايش هذا؟ تعال شوت جن ومعامينشن تبعه روح. في اخر واحد جوا. لقيت بطاريه للسياره, لقيت دريل وكونستراكشن والكترونيك تول. او ماي جاد تعال شوف ايش طلعنا هون. كميه المفكات والكروبو وات. اللي مغير بطاريه سيارتنا اخوي اخوي. واثناء رجعتنا صارت الدنيا ليل وقررنا انه نستريح وبطريقنا شفنا كنيسه والشباب نصحوني انه الكنيسه هي افضل مكان ممكن واحد يسكن فيه ويحتله. وقعدنا نفكر داخل المدينة شو ممكن نعمل, هل نسكن داخل الكنيسة ولا نبني بيس لحالنا. والمدة اللي ضلينا فيها جوا تعلمنا كتير شغلات واستفدنا كتير من النصائح. دي تعرف ايش فتح عندي كمان؟ ايش؟ كرفة الطلق. او ماي جود, معناها انا جايب ام العيد بالعمر معلم. او ماي جود كيف ناقحتك. لف يمه. ام اي لف يو. خذ بيتك بس كمان. ومن هنيك دخلنا على المدينة الجديدة والكبيرة وبصراحة كانت بتخوف فما ضلينا فيها كتير. واتفقنا على مكان نروح ناخد فيه البيت ونجيب لوك بيكات, يعني نسوي كمان واحدة تانية ونسوي صناديق اجباري لانه اخاف السيارة باي لحظة حدا يجي يدمرنا اياها يترولنا, فهمت كيف؟ اوه طلع هذا شوف عند يسارنا مثل تبع سكيب فروم تراكوب مو؟ ضحكة؟ اثنين زومبي متفجر اقسم بالله راقدين علينا. حاسس حالي بسوريا يا رجل, هاي الحواجز بسوريا. ما؟ وين الشعبي ما بعرف انا عندي كان بيبعدنا الشغلة انه نسكن بكراج, فهمانين موضوع انه اذا سكننا بكراج من احسن نصلح سيارتنا من جواته. طيب شلون يا اخي انا اعرف وين اجيبك. والله اتوقع هون تلاقي كراج. طيب هون مدينة صناعية, انا هون مرة لقيت كراج. الطيارة. طيب هذا هو الكراج على يمينك. ليتس جو بيبي. هلا بوزو. لا. تعالوا تعالوا. يا عيني يا عيني يا عيني. فوت 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 فوت. لا تضربوا. وات ما في دابوت بنزين امه. والله بس نلا نجيب التراكتور. ما تراكتور بطاريه يا دابوت بنزين ثاني. اوكي اتوقع هيك نظامي. ومثل ما شفتوا فوتت السياره وانا مفكر انه فيني اخذ هذاك الكراج لي, ولكن للاسف طلع الكراج هذاك ما بيتاخذ باللعبه. كنت بدي اقول لكم اني جبت ام العيد ولكن الاعياد يعني من بدايه الحلقه مبلشه فشي طبيعي يعني. انا ستارفنج. انت فين كان زبده زبده بالسياره ما؟ اه ايفون. لقيت سياره احسن من سيارتنا. تعال بلاك كار. ايفون ذا بلاك كار. اجيب. الله نايس. عبي عبي بنزين ما عبي بنزين. اوه ابلع بوزو ابلع. تعرف لوين؟ انا بعرف وين في كراج ثاني. تعال معي جيب السياره طالعه بس لا تجيب ام العيد. انا بدي اسوق. سوق ثاني احلف. اي والله ما عم اقدر اكبس درايف او اكبس انتر. جرب اعملها بوش. يب ولا راح احكي لكم عن العيد اللي قلت لكم عليه بالنسبه لسياره الشرطه. واتزاك يتفلسف بزياده فهمت كيف؟ طالع طالع الاغراض من العصب البنزين. اتس اوكي. منيح في سياره ثانيه على فكره. منيح في سيارة ثانية ولا حرفيا كان اشتغل الدج. اوكي اخوي خلينا ننظم. انا اقول لك اوكي نظمنا امورنا وجهزنا نفسنا وكان في مكان بباني يمكن اللي تابع فيديوهات سكم القديمة راح يعرفوه
وانطلقنا باتجاه هذاك المكان، وهيك قضينا اول يوم انه بالسيرفر. سلمي ودي هاي للكاميرا. بوقتها هيك ختمنا اول يوم انه بالسيرفر وننتقل لليوم الثاني. And we back. We back من الشباك. مالك محرك السيارة من امبارح مو؟ اليوم شغلت الميطور وهيك يعني. وليش البطارية فاضية؟ والله ما عملت ولا شيء، اعوذ بالله. ايوه اخذ لفة لراس الحارة وارجع لك اوكي بس تشحن شوي. ايه اشحن اخي اخي. انا برأيي نسوي لنا صناديق بقى قبل ما نتحرك من هون، والسيارة وضع لأنه بيخرب بيخوف بصراحة. نروح نبلش نظبط. اوكي سوينا اول تشيست. نايس. بدنا صندوق للأكل والأدوية بس اوكي خرج. ايه خرج لعيونك لعيونك. ابو حدو يزير في عنا دروب جبنا الدبتي ثلاثة يا اخي. اقول ايش الحظ تدخل معلم الدروب بوجهك. ويبن كلينينج كيت. هذا صارت نفس المشكلة. طلع لي ايش هذا بلينكو. والله جينا طلعنا قنينة مشروب بنتين. والله طواقي كيكة عيد ميلاد؟ يب. اوه هذا كنا نريده يا اخي. اعطيني الناين اميونيشن باكل كيك انا. مكتوب بريس ديز كوم. ايش حاطط لي بالكيك؟ بدك تقتلني يا نعال؟ اوه ماي جاد المخ. ومثل ما شفتوا باليوم الثاني بالفعل اتخذنا هذا الموقع لانه وبلشنا نجمع موارد لحتى نبني اول مقر للعصابه تبعنا. ويييييي فوكد اب. لك ليش لك مالك رصاصي علام بالسلاح؟ اجل عيد والله جبت من العيد. عادي 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 عادي. الله عليك. وات ذا فوك ايش الشتكن طلع شلون فقع عمون. واحد ثاني. لوك وات اي فاوند. ده يا قلبي. جاهز؟ ها تعال لف من ورا. تتذكر هذا البنكر اللي قلشته؟ نفس الطريقه. اشلح من رجلك سعيد. اشلح من رجلك. اشلح بس تكون البنكر. اشلح من رجلك. يلا روح. يلا راح افتح الباب. لا لا حيجي لعندك. حبيبي يضرب عليك. يضرب عليك. لا لا مو علي. بعت علي. علي والله فتحت الباب؟ ايه مفتوح. طب شلون قلت لي ما عم يضرب علي؟ لا هلا صار يضرب علي. ايوه انت شايفك اجيك. قلت له بعد ضربه. هلا والله خلصنا يا زلمه. الزعج انت ما شفت كيف طار من عندي. والله تعرف ايش صار بدي حلاق الدقن انا. كيف دقني طولت؟ انت دقنك صح كذا لك دقنك منك. بس الباب الثاني. اوكي اوكي بدي اصيبك يا ابو. اوكي حمامات كمان. انا اشوف اذا في اكل هون. انت ما توقفت هذا بالحمامات. اوه نايس. هي اللي سويها امبارح لقيت منها يا اخي. بس تجي هيك شات تيك اوف. اه اي اولويز فورجيت تو تيك اوف. عليكم السلام يا قلبي. ما في منها تنتين يكون؟ لا. اوه وات ذا ف ايش؟ وات ذا ف وين كانوا؟ طبعا بتذكر بالحلقة اللي راحت لقينا بأحد البناكر كرت أخضر، وهي أول تجربة لنا بفتح الكرت الأخضر. اللحظة التي هرمنا من أجلها برو. شوف الكاميرا شغالة شاب. يلا نصور. What? عازمين حفلة. If you're wondering why that's the name of the show, well, أتوقع في زومبي كتير رح يجينا. او ماي جاد ما حدا خبرنا. جاهز؟ لا ما انا جاهز. اوكي حرفيا ما لنا فهمانين ايش عم بيصير بالضبط جوا. في بعد حمام. افتح حمام لوك. جرب افتحهم بالهدول هدول هدول. افتحهم بالحركه تبعك تبع الهاكينج. اوكي اوكي هو نفس الحركه يا ديك زاك. ما عم يطلع لي والله. وات شود اي دو؟ ايه بعد 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 شو بعد شو بعد بعد. اوكي اوكي بدنا بانسا بانسا. ماي جاد ماما يا ماما. عندنا بالسيارة. اوكي كاتينج اول ذا واير كونكتد تو ذا جرين لايت. اوكي تو ذا جرين لايت. وات؟ ما
ما عندنا بنسات ابدا جبنا ما حدا نجيبه معكم بنسات اوكي رح ارجع احاول اوكي يا رب تزبط معا وايت اوه الاصفر اوكي الاصفر I need to be fast. Okay, 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 okay. Oh my god, come on. Oh my god, خلص طرف هذا. طيب نسد. تعال تعال. انسى انسى انسى. Oh my god. Oh, gas, gas. أه ساعدني عليت ما هذا علمنا ايش نعمل هلا تعلمنا شباب هلا عم تحكوا لحالكم ما لنا مستعدين يعني كنا عن جد استفدنا من اول الشيء تعرف شو ضيعت امو حرام تعال افتح بلكي يطلع فيها جرين كارد تعال بس وحده تكفيك فهمت كيف تكون موجوده جوا من الاول ايزي هي ما ايزي بس نحن ضيعنا وقت بلشوا الزومبي رسبنوا كثير بعدين تعلمت باخر ثانيه وبلش يجي الزومبي معك 6 ثواني بدك تقطع 3 وايرات فهمت كيف؟ يب وهيك كانت اول تجربه لنا صحيح كانت فاشله ولكن كانت ممتعه بنفس الوقت وتعلمنا خلينا نرجع على مقرنا شايف الترول شايف الترول فكرت لا اما كويس ما رجعت وراك صراحة بلكة كفك بس هلا اركض ونركض اوكي؟ اركض انبطح بعدين اوكي تعال هيك هلا اكلنا خرا اوف يا زومبي دمي 27 انا ديت ايه جبنا من العيش بس 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 اوكي يعني كان جوا حماس ليش الكذب؟ يعني طب اذا واحد لحاله بالكرت الاخضر اجا، ايش اكل هوا؟ صوت سيارتك عم بسمع، ايه يا جلبان ابو حدا زيار شكلك بتقول عليكم يا كذاب يا زومبي بعد 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 ابو حدا يا زلمه هاي اللي وراي تحس حاببني يا زلمه يلا ها اخوي هدوا اخوي نضربكم هاي على فكره كثير حاببتني ما هي يا اخوي اخوي والله سريعين انتو بس جبتك وباغتي حلو فدو شوف شوف عمك بدو عشان في حد وين الرجل اللي اختفى وات بيروحوا على الغداء عندهم فتره غداء شي لك عن جد اختفى الرجل الالي وات؟ هذا اغراضي بالسيارة ما في بس وين الرجل الالي؟ جايز معقول انتبه بجوز يكون فوقه يعني طالع لبعيد فهمت كيف؟ طب حدوه اه اخوي شنو باندا جاي؟ الدب وعيت من فوق التاور يس لا انا بدي قصدي بس تكون طالب مدرسة ما بدي اوه ماي جاد اللهم لا اللهم لا شماسة ما عندي حتى الموسيقى ورا حد جاي زومبي دخيل عينكم دوس دوس يا ابو حد اكيد كلكم تتذكروا بالحلقه اللي راحت وقت جبت العيد وضيعت سياره الشرطه ولكن ولاول مره قال بونش بيصلحوا عيدهم وطالعت سياره الشرطه اخوي صف 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 حريك 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 اوبا لعب الريلاكس ايش حلو معي طلاق طلاق ايش؟ اسمع 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 شفت غزال تري شوت ما مات؟ صدته الله حي ابو حدو
يا حداوة. معناتها اليوم عشاء عشاء دسمة يعني. لكن ايه والله شوف اعطونا انيمال سكين. لسه 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 على بلاش تقطيع اخوي. اوه شيل انيمال سكين، شيل القرون وشيل هدول. اوكي وشيل لما ما اعرف ايش. اوه شوف لي اللحم طال، شوف اي لون. هاي 100 كيلو يا زلمه. هاي نسوي فيها قش الراس. شوف اسلخ بارضنا، نظف نظف على النار. انزين نظف النار، نظف لي الراس بالنهر. اوكي اخوي لا تنزل بلبسك جد بيب عظام معلم مشان نحطهم تحت هذا. شيل 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 اللحم اخوي. سيل تيابك، نجيب الصابون همال نجي نغسل تيابنا. اوكي يلا اخوي. تعرفوا لما اوكلي فتى الابغال شوفوا حده شلون يطير من فوق النهر. وان منت ايش هاد؟ هاي سيارة جديدة؟ اجيب الانفنتوري تبعنا. اي والله فاضية سيارة جديدة. ليتس جو. انا برايي نبني هون. اوكي برو خلينا نركز على البيلد. اوكي رح نبني هون. شوف عندنا هاي المساحة اوبن معلم للسما هون وكتير ساوية تمام. مثل هداك شلون كان باين البيس رح نبني هون. اوكي خلينا اول شيء نصف اغراضنا نظبطهم بالسناديب مشان نشيل السناديب بعدين مثل ما هو. هذا الفود كان ما بس سوي لنا شوي. الله يخليك يا اخي خلينا نجوع بعد اليوم يعني. سويها 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 يا اخي. وين بدك احط؟ اوه ماي جاد. وين بدك احط؟ تعال تعال تعال. رح نظبط الفلاج هلا. نروح انا وهم بالبنزين، نعبي بنزين بسياره من السيارات تمام، ونروح نجيب التراكتور. هيك الوود ما رح يلزم يعني، ما في داعي نقرب على الوود. بنجيب بالتراكتور بنجيب الخشب بنبني البيس وهيك وضعنا نظامي. ايش رايك بالفكره؟ زبخره والله. وينك يا همه؟ عم غسل وشي شي. وينك يا بوزو؟ ليك شلون صرت الماء صرت نظيفه. عم يغسل صخره. والله نشف 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 انا جنب النار نشف. والله؟ ايه نشفت. شو راح لهذا بلا ما اشلح كمان. اخكلسونك مع الاكل. لك كل تعال تعال شيله تعال. ومن هون بلشت القصه المضبوطه. اللي قررناه شفنا عند الشباب ممكالة وجماعته في عندهم تركتور، وهذا التركتور راح يفيدنا بناء الخشب لبناء بيسنا. فرحنا لعندهم واتفقنا انه نسرق التركتور. هاي بيت ممكالة. هاي ممكالة. هاي كيف كمية الخشب اللي عنده جوا وما عنده تخت؟ جرب اعمل لك كراوتش او انبطاح. ايش بابا نويل انا؟ بحضر بسبوت اخي. اخوي مالك دخل ريحه يا زلمة. بالعكس انت لك ريحه، انا مالي ريحه. انا جري دائما عم بتهوب بشعرك. احلق اللون طول الشعر. هلو هلو وين حلق شعري؟ عم تدخلوا من المدخنه. كان في خبره شوي. كان في دخل. جبت لي الريبير كيت. تبيك تصلحها؟ يا بام بعمل ريبير. يبيب هو الانجينيرينج تبعنا. ايه بس ما تصلحت الاخيرة اخوي. ايش اعطيتنا وحدة مضروبة. انا راح اخذ هاي. هاي مو سيارتنا اصلا. في كمان هدول في كمان هدول. هاي سيارتنا. لك هاي مو سيارتنا اصلا، هاي سيارتنا. اوه ماي جاد انا قاعد عم صلح لك سيارتك. خلص صلحها هيكم معلش. كلكم مو ساكنين مع بعض هون؟ وات ممكالو ساكن لحاله؟ بسوي حركة نداري. وين راح؟ ماشي بيبي يسلموا. يسلم أبوي. ما بعرف ليش. والله خفت صراحة ما أكذب عليك. نسوي حركة غدرة ولا ما حلوة؟ بتصير ما حلوة ما. بس أنا بدي أصير حماسي يا رجل أحرك الجو. فهمت كيف؟ أنا بس من باب تحريك الجو. والله مو هون. أحس إن ناخذ التراكتور خاوة. شو إنزل إنزل إيش مطخ إنزل إنزل إيش مطين. هاي هي تعتبر شوي لتحريك الجو. فهمت كيف؟ استعرنا التراكتور بيدروب قدامنا ونوعا ما تمت العملية بنجاح. وهلأ خلينا نحط أساسات بيتنا. راح اختصر البناء لأنه جدا طويل. نعال أبو اللي نفضه بس معلم عندي مات. البس مات عندي. ليش؟ ما انترنتي بالمرة مات. نفس الفشنت عم شوف. هو هاي المشكلة. دراي. اوه 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 اوه
حفيت لك حفيت. It's time واللحظة المنتظرة مع البنش. في بلانكاي هون. Let's go. This is my basement. Let's go Ziggy. بعد ما انتهينا من بناء بيتنا كان لازم نحصنه ونحط عليه أقفال. فاللي صار نتوجهنا لأقرب بنكر أو أقرب دروب لحتى نطالع أقفال ذهبية على أمل وما كنا متأكدين. حتى لقيته كات. بس نجيب سويشين اوكي مو هاي كان اكل 33 قفل عدت. طبعا مثل ما شايفين اكلني التعب فجمعت الاقفال واتجهت على البيس. او ماي جاد سيارتي رح تنفجر. انفجر الثلج بتطلع. وات ليش الدمج اللي اكلها هيك؟ Oh no! I'll have to ask my accountant about that. يب لازم يكون في عياد من عياد البونس. على كل رجعنا ودورنا على الجثة والحمد لله قدرنا نلاقيه ورجعنا المفاتيح والأغراض وكرفتنا قفل ذهبي وأمننا على بيسنا وهيك بكون بنينا أول مقر للعصابة وشعلنا شرارة الحرب بيننا وبين الشباب. وبالنسبة للجيف أوي شباب الأشخاص اللي رح تعلق على هذا الفيديو رح نسحب أسمائهم بالفيديو الجاي وبالإضافة رح أضيف أكواد من عندي رح أوزعها بالبثوث وعلى حسابي الإنستغرام. فاللي حابب يربحها شباب I love you جميعا. لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب ونشوفكم بالبث الجاي وباي.